السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اللي معانا هو موقع بريد إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي، بحيث إنك تقدر تبعت ايميلات لناس كتيرة، وكل واحد بيبقى ايميل مخصص، وفيه شوية مزايا زي التخصيص المجمع والتخصيص المستند إلى مواقع الويب. ممكن مثلا نديله مثلا لينك حسابنا في لينكد إن، هو يبدأ ياخد المعلومات ويبدأ يكلم الشركات اللي موجودة. طيب يعني مثلا هنا هنبدأ نقول له احنا عايزين نبدأ مع بعض، هديله ملف سي اس في زي ملف اكسل فيه الداتا اللي انا عايزها، فيبدأ يعرضها لي بالشكل دوت. وممكن نقول له احنا عايزين معلومات مثلا من ويب سايت او من لينكد ان او من الاثنين مع بعض، فيبدأ يجمع لنا المعلومات ويبدأ يدينا اللينكات بتاعت لينكد ان لكل شركة ووصف ليها، ويخصص لهم الرسالة اللي ممكن توصل لهم، ويبدأ يحلل لنا الداتا اللي موجودة، ونقول له بقى احنا عايزين نكتب رسائل من خلال تمبليت او من خلال الذكاء الاصطناعي. ده بقى الذكاء الاصطناعي، ونبدأ نقول له الموقع بتاعنا، ونقول له الرسالة ايه الفكرة بتاعتها، هو يبدأ يكتب رسالة. وهنا كل مرة هيغير الكومباني نيم والفيرست نيم، وده شكل الايميل، وهيبدأ بقى يبعته لكل الشركات، ويبدأ يحلل لك الرد بحيث مثلا انهي طريقة فيهم اللي كانت افضل. فالموضوع بيبقى فيه اوتوميشن، بيبقى حاجات تلقائية بتسهل عليك وتوفر عليك الوقت.